من داخل فضاء المقاومة وجيش التحرير بمدينة سيدي إفني، نتواجد أمام أقدم آلة للطباعة تزن 14 طنا من الفولاذ، تم صنعها في ألمانيا وتم تركيبها في برشلونة. هذه الطباعة التي استعملتها السلطات الإسبانية لطباعة الصحف الإسبانية والترويج لها، فأصدرت في أفريل 1945 أول صحيفة تحمل اسم إفريقيا الغربية الإسبانية. لنتابع التفاصيل. بالنسبة لآلة الطباعة الموجودة أمامنا، يعني هي آلة ديال الطباعة تم إدخالها سنة 1947 إلى مدينة سيدي إفني من طرف سلطات يعني الاستعمار الإسباني في ديك السنة، وذلك لطباعة يعني واحد جريدة التي كانت تسمى يعني جريدة إفريقيا الغربية الإسبانية، والتي كانت يعني تشيد بمواقف وآراء يعني السلطات الاستعمارية الإسبانية بمدينة سيدي إفني. الجريدة الوحيدة التي كانت تطبع هذه الآلة هي جريدة إفريقيا الغربية الإسبانية، كانت تسمى جريدة إفريقيا الغربية الإسبانية، طبعا لأن هذا مورود تاريخي وهذا ذاكرة تاريخية ديال المنطقة، وجب الاحتفاظ به في هذا الفضاء، لأن فضاء ديال الذاكرة التاريخية المقاومة وجيش التحرير فيه فيما يتعلق بالموروث المحلي والتراث المادي ديال منطقة سيدي إفني.